مرحبا بكم متابعينا. كيف ما نعرفوا انه كل عام في شهر ماي تتوافد الالاف من حجيج اليهود الى معبد الغريبة، وكل عام العدد هذا يزيد شيء فشيء، والايامات هذه هي فترة الحج في معبد الغريبة كيف ما يحدث كل عام، والامور عال العال كيف ما يحدث كل عام. لكن البارح يحدث امر ما كانش لا على البال ولا على خاطر، عملية إرهابية تستهدف معبد الغريبة وكل الأمنيين المحيطين به، تسفر على مقتل 5 من بينهم منفذ العملية، وإصابة 10 من بينهم رجال الأمن في الهجومة، وإصابة أكثر من 4 سياح. كيفاش حدثت العملية؟ أمني معزول تابع المركز الحرس البحري للحرس الوطني بأغير جربة أقدم البارح على مداهمة مركز الأمن اللي كان يعمل بها التابع للحرس الوطني البحري بجربة أغير، وداهم زميله وذبحه باستعمال آلة حادة وخلاه يستولي على سلاحه الفردي والاستيلاء على ذخيرة كاملة. من بعد هذا يتوجه الشخص هذا المحيط معبد الغريبة ويعمد على إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان وكل السياح الموجودين التابعين لليهود. هذا اللي أسفر على إصابة 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة، وفاة أحد الأمنيين، وفاة أيضا 2 من الزوار، وصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج على جناح السرعة. وبالإضافة إلى أنه أثناء تبادل إطلاق النار أصيب منفذ العملية مما أدى إلى وفاته على عين المكانة. وهذا بالطبيعة اللي خلى جميع أسرار العملية الإرهابية الغادرة هذه تموت مع منفذ العملية، وما نعرفوش أشكون وراه وأشكون اللي حثوا على فعل هذا. وفي تصريح الوزير الخارجية اليهودي الأسبق التونسي روني طرابلسي أنه لولا تدخل سريع القوات الأمنية واستبسالها في الدفاع لحصلت كارثة كبيرة حسب تعبيره، وقال أنه عون الحرس المعزول منفذ العملية كان مسلح بسلاح كلاشنكوف وافتكوا من زميله بعد أن قام بقتله، وكان أيضا يرتدي سترة عازلة للرصاص وهو ما صعب عملية القضاء عليها. وقال انه منفذ العملية اتوجه نحو محيط الغريبة وين كان فما حركية واكتظاظ في المكان، وين كان بعض الزوار يغادروا المكان واخرين بصدد الدخول للمعبد، وقام باطلاق النار بطريقة عشوائية مستهدف الامنيين وجميع المحيطين والمتواجدين في المكان، وهذا اسفر على قتل عدد منهم. والحمد لله تمت السيطرة على الوضع في الوقت الراهن. العملية هذه اللي استهدفت معبد الغريبة ما كانتش الأولى من نوعها، بل نرجع بكم بالوقت العام 2002 وقت اللي تمت أكبر عملية استهدفت معبد الغريبة، هجوم انتحاري عن طريق شاحنة صهريج محملة بالغاز ومفخة بالمتفجرات، وأسفر انفجارها عن مقتل أكثر من 21 شخص غالبيتهم من السياح الألمان، وإصابة وجرح على ما يزيد أكثر من 30 شخص، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة اللي لحقت بالمعبد على المستوى الواجهة الأمامية، واللي نفذها شاب تونسي عمره ما يتجاوزش 24 سنة وكان مقيم بفرنسا. وكيف ما نعرفوا أنه معبد الغريبة اليهودي يقع بمنطقة الرياض بجزيرة جربة، وهو من أقدم المعابد اليهودية في العالم كله، ويرجع تاريخه ل 566 سنة قبل الميلاد، ويزور آلاف اليهود للتبارك بالثورات الموجودة فيه واللي تعتبر أيضا الأقدم في العالم، وهو معلم داخل في التراث العالمي. في آخر الفيديو إن شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس، وما تنساوش باش تتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.